أنا لازم أعرف سيارات المديرية ليش منتورة هون وهون. هذا وليد راس الأفعى. ألو؟ أهلين أستاذ وليد، يعطيك العافية. شوف يا ابني، في مستخدم بعتولي إياه من المديرية الفرعية، راح أبعته لعندك يداوم بالمرقب. إيه، مستخدم. بس يا أستاذي، نحن بالمرقب ما أنا بحاجة لموظف جديد. أمرك أستاذي، أمرك. الله معك، مع السلامة. العمل شو هاد؟ يعني ناقصني لسه مراقب فوق راسي جديد. لك يلا يا شباب، حاجتكم اللعبة، خلونا روحوا كل واحد على شغله. نعيما، ساعة لترد وحيد بيك. الله يرضى عليك، خلي شباب المكياج يلحقوني على العيادة. انت شو همك؟ كسبت مشهد زيادة. مخرج فاشل. الله معك. أنسي، هلا أنا رايح على الوزارة، عندي اجتماع. الله معك، الله يحميك، الله يزيدك صحة. دير بالك على حالك من التلوث السمعي البصري الطرقي الهوائي أستاذ. يلي هديتك عن إننا حتى الحب بقلبك يفقى. مرحبا يا أبو جميل. أهلين دكتور، أهلين. نورت غرفة عمليات أبو جميل دكتور. النولة بوجودة. بدك شيء؟ سلامة قلبك، رايح تتنكر أستاذ؟ مو شغلك، وقت تحتاجني بتلاقيني بمرقب المديرية. شلون بدي أعرفك أستاذ وأنت مستنكر؟ عفوا، قصدي يعني متنكر. شو أنا أبو جميل، أنا بعرفك. يلا خاطرك. مع السلامة، الله يوفقك، الله يكون بعونك يا أستاذ، يا دكتور، يا أحمد عبد الحق، يا رب. حضرت تعرف انه مالي هون ام فركض؟ شو عليه يا استاذ وليد، شو عليه؟ مرحبا وحيد. اهلين، مين حضرتك؟ والله الاستاذ وليد رئيس المرقب، وين بلاقيه وحيد؟ الاستاذ وليد فات على الحمام شوي، ما بقى الا يطلع. خير؟ لا ماشي، محسوبه مستو من شواربه بستو، الموظف اللي انتقلت عنكم جديد الوحيد. هذا انت بستو. شوف الظاهر عامل لك شي عامله مع مديرك، حتى غضب عليك ونقلك لعنا لهون. اي والله، اذا بحكي لك شو عملتي ما بتصدق. محسوبك حلاق رجالي. كان مديري كل ما يكون عنده موعد مع السكرتيره تبعه وشكلسه وظبط له اموره وشل له دقنه، انتف له حواجبه وركز له شواربه. ايه مرة ما بعرف شو صار روحي، لمقص ما جواب رح تضارب له شواربه روحي. صدقني بتستاهل. ليه؟ ما بدها ليش؟ لك حدا بيقص شوارب معلمه؟ لك يا سيدي، صارت هي السكرتيرة ما كان بتحب شواربه، كل ما بده يوشوشها يفوتوا بمناخيرها روحي، قالت لي اضربه، ما كذبت خبر، جنس حواء ضربته روحي. بالظاهر كل هالقد كانوا شواربه مميزين. شو ميزين؟ قالوا عكفة من هون، عكفة من هون، بيوقفوا عليها وستيتيتين روحي. والله يا مسو انك واحد نفي، ورح ننبسط كتير، مو هيك؟ ايه بس حضرتكم شو بتشتغلوا هون انتو؟ نحن هون بالمرقب سائقين. ايه بس شايف يعني ما في شغل، شي نايم، شي عم يشرب شاي. سائقين على القاعد فينا. اللي ما بيخلص اليوم بيخلص بكرة. لك ما حدا سائق. والله انا سائق. يعني انا سائل كثير لبين ما وصلت لعندكم. ايه اهلين بربك. قلتك سيدي العمر ما بيخلص والشغل بيخلص. قرونا عند استاذ وليد، يمكن هلا بيكون وصل. مشي روحي، فرحنا بشوفتكم. اهلين. مستو من شوال ما بستو انا. مرحبا وحيد. اهلين وسهلين امور. حضرتك الاستاذ وليد اللي بيفيد وبيستفيد روحي. ايه انا الاستاذ وليد، مين حضرتك؟ انا اللي نقلوني من المديريه الفرعيه لعندكم روحي. ايوه، انت العامل اللي حكى المدير العام مشانه معي، ما هو بذاته مستو من شواربه مستو روحي. حلو حلو، من شواربه مستو. اقعد اقعد يا مستو، اقعد. اعطيني ورانا لك لعنا. يا سيدي الوراء بدهم يومين بيكونوا وراي روحي. ما انا مشكله، هات لي يا مستو، شو بدك تشتغل بالمديريه الفرعيه؟
مستخدم؟ كنت احسن مستخدم من مديري روحي. طالما كنت احسن مستخدم ليش نقلوك عنا لك؟ والله هي قصه طويله يا روحي. ايه معنى شيء انا حابب اسمعها ذاتي ما عندنا شغله يا عم سلنا. والله هيك مبين الامور هتيانه روحي. اطلب القهوه اذا بدك تسمع القصه. اهلا مستخدم وبده مستخدم يا سيدي مشان يحلى الحكي روحي. بلا سكر تكرر عيلنا ولا الا سادة روحي. العمى ارى انت يا مستو. يا ربي ابعث لنا اثنين قهوة سادة ولا الا بلا سكر روحي روحي. هات يا مستو احكي لنا شو مستقبلك. والله يا روحي ودعي لا دعي روحي. يلا روحي تأخرنا. انت روح لحالك انا بروح لحالي. ما بخليك تروحي لحالك هلا عشرة موظفين ما بنروح غير مع بعض. روحي. ما وين هاي المطار البطيخة؟ ليك البطيخة روحي ليك. حسام نحن كنا مع بعض بس هلا ما لنا مع بعض عن اذنك. روحي. الله يسامحك على العمله يا مستو. لا في حدا بيضرب شوارب مديره وانت الثاني. السكرتيره تبعه روحي من كثر ما بتكره شواربه هي اللي وزتني مشان بضرب له اياها. وانت ما كذبت خبرها. لك نسوان روحي نسوان جنس حواء بيخلوا لجوا لجوا روحي. اي والله معك حق. قوم لك يا شاطر انخر يا الغزالة وجيب لي منها عدة حلاوة وشي لي تاني يلا. ما حسب حسابي روحي. شو ليه؟ قلت يعني لو حاسب حسابي كنت جبت العدة معي عندي عدة مرتبة. لكن ما بدها لا عدة ولا شيء فرشاية وشفرة وشوية صابون لنا وخلصني بها. بس هون يعني وين بدنا نشلخ الموش روحي؟ لكن ما بدها شلخ موش شفرة. تاني يلا. لا ما انت نافي يا مستوى. لا شو شايف قطع تبديل روحي؟ ايه تبديل سيارات. هدول لازم يكون في المستودع. لا روحي هدول صاحب النصيب روحي. يعني هن مو على ملاك المديرية روحي. لا حبيبي هلا انت بعدين شو بدك القصة؟ جيب عدة هالحلاوة والشي اللي تهلي خلصتي. يلا هي قدت الحلال بدنا مي سخنة روحي مشان تشتشها ونسقسقها روحي. خليني السقسقها تبعها ليك على السخان في ابري مي سخنة كت منه شوي وجيب لي يلا وسخانة كمان روحي. لا على المديرية يا مستوى الله يعيني على العلقة على الوسخة. لك شو صار معها؟ لا عم بفحص الهبان روحي. خليني هبانك. جاهز جاهز تعي يلا معي من مقدمة روحي. ينعم عليك روحي. ايوه. والله نفدت روحي هي اول مرة. شو اول مرة؟ يعني اول مرة بشوف هيك دقن روحي. تستني ليك لك مستوى بين ما احكي على التليفون انا اروح جيب الخيط من هنيك قبضه كفودي وحواجبي شوي يلا. الله على عيني. يلا حبيبي يلا. ايوه ايوه اهلا. ايه شي خمس دقايق بس خيط كمان بتقوم ما تزبط. الله لا يوفى ولابس طاقية كمان لابس طاقية مفكر حالك مهندس. هذا اللي صار يا استاذ هذا اللي صار. اشلحها اشلحها. انت متأكد انه ما شافكم؟ ما شافنا طمن يا استاذ ما شافنا بعدين احنا كنا مغطين وجوهنا. والله يعطيك العافية. لك انا ما قلت لك دير بالك منه. إيه هذا اللي صار يا استاذ قلنا لك هذا اللي صار. طيب يعني ما لحقتوا تطلعوا ولا كيس؟ والله لسه ما قلنا يا حملة الله كان شايفنا وبلش يسرح شغلنا السيارة ومشينا بسرعة. يلا منيح اني مريت على خير. شو الترتيب هلا استاذ؟ ها؟ ترتيب الترتيب. اه الترتيب. لا ولا شيء بدنا نهدي لها بكم يوم. كم يوم يعني لإمتى استاذ؟ يعني لحتى هيك نلاقي. لك روح من البالي روح. يا ايوه
على محل على محل. ايوه هون هون هون. ايوه 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 اي لعمة ضربت لعمة ضربت لك. شو عمل؟ ما بدي اعرف شو عمل. فرجيني لشوف. ولي روعت لي نص حاجبي. روق روق روحي. لك 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 كيف بدي روق؟ روعت لي نص حاجبي. الله لا يعطيك العافية. لك انت حمار نبي وشك نزار. لك شلون بتشيل لي نص حاجبي؟ ما بدي اعرف. هو الخيط مو سلس روحي. اخ لك شو عملت؟ اسمعني عقوبة لك. شايف السيارات برا هلا بتوب تغسلها كلها من برا ومن جوا وبدي اياها تلمع لبع. فاهم علي شلون تلمع لبع؟ هلا كنا اصحاب سيد ولد. اللي لعب خلقتي اللي لعب خلقتي فيك مستفيد روحي. لكن اللي لعب خلقتي حتى مسر لك راسك. ها اللي لعب ضربك على العلا وبي وبي جرمني جرم.